أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو توجيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عندما رأى عليه جبة مزعفرة فقال له: من أمرك بهذا؟ أمك؟ فقال: ما أصنع بها يا رسول الله؟ قال: احرقها. هذه يظهر أنها خالصة، أنها لأن المصبوغة بالعصفر الخالص تكون حمراء، تكون حمراء قانية، الظاهر أنها كانت حمراء قانية بسبع العصفر الناقع. نعم. أو أن هذا من تشبه بالكفار وأنه من ملابس الكفار. نعم. أو أن النهي لتنزيه، يحتمل احتمالات. نعم.